صباح الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. صحة عيدكم البنات، صحة عيدكم، وان شاء الله يا ربي يتقبل منا ومنكم. كل عام وانتم بخير، عقوبة العام الجاي ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات، اليوم شاركت معكم طابلة تاع القهوة تاعي تاع العيد. على بال البنات ان هذا الفيديو غادي نحطها لكم شويه رطا، ولكن الغالب كان عندي مشكل في الانترنت، كانت عندي مقطوعه، هذاك الشيء حطيتها لكم رطب، ولكن معليش لو كان نحطها لكم سمانه ولا سمانتي. المهم تفكرتكم يوم العيد وبغيت نغفركم. شبيت نقول لكم البنات صح عيدكم وصح رمضانكم، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله ربي القبول. نتمنى لكم كل خير، ونتمنى لكم كل فرح والسعاده. بالمناسبه البنات، هذه المائده تاعي اللي غادي حضرتها في يوم العيد. الكاطو اللي حضرته البنات ها هو، هنايا بغيت نشارككم الحلويات اللي حضرتها. انا حضرت لي طختولات البنات بالمكسرات، اللي سبق حضرت لكم فيديو. حطيت المقروط كذلك اللي شاركتها معكم. حطيت هذه الوصفه اللي كنت سبق حضرتها معكم صابل، ولكن بدلتها درتها عشو البلبل. هنا درت لها شويه مكسرات وديكها بالحلويات عجينه السكر عصفور البقلاوة. أنا حاضرة هاد الصابلي البنات بخستيش بالنسلي، إن شاء الله تكون الصورة واضحة وتكونوا شاهدتوا مليح الحلوة. هنا حضرت معكم البنات تشاريك اللي كنت سبق حضرتها معكم في الفيديو. هنا حضرت حلوة سون كويسون بدون طهي، هاهي بالشوكولا البيضاء. هاذيك كذلك البنات حطيتها معكم حلوة سون كويسون. حطيت هذه البنات فينيك سون كويسون، وهذه كذلك سون كويسون نفس لافارش، و بدلت في المول. هنايا درتها بالمول تاع السيليكون، و هنا درتها بالمول تاع البيراميد. ان شاء الله تكون عجبتكم البنات الحلوة اللي حضرتها في هذا العيد. ان شاء الله يطلع علينا بالصحة والهنا، ان شاء الله يا ربي نتمنى لكم كل الخير والفرح والسعادة. بنات انا ان شاء الله هنا نشارككم في مر هذا الفيديو، نحط لكم الحلويات اللي حضرتهم في الفاس تاعي. ان شاء الله انا قلت لكم وانتهى البنات سقسوني على الزياده الى زيت، انا اللي عدم زيت البنات. ولكن نوعدكم ان شاء الله باش نحضر معكم كل ما نوجده في هذا الفاس ان شاء الله الى كتب ربي، نحضرها معكم فيديو وصور، نشارككم في اي حاجه فرحتها تفرحوا معايا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله البنات ربي يخليكم، ربي يفرحكم، ربي يحقق لكم ماكم تمنين. ان شاء الله كل بنت اللي طلبتني ندعي لها، راني دايتكم في الباقه ندعي لكم، وندعي لكم بلا ما نروح نولد البنات، ندعي لكم دعوه الخير. ان شاء الله ربي اللي حلمها من الدريه ان شاء الله ربي يوفقها وتفرح ان شاء الله. ان شاء الله ربي يعمر حجوركم، وربي يبارك لكم في صحتكم في وليداتكم. كل عام وانتم بخير، نحبكم بزاف البنات. دعوا معايا دعوه الخير، وانا ندعي لكم دعوه الخير، وانتم ادعوا لي. هذه هي البنات الدنيا، دوك انا البنات نطوش عليكم، نقول لكم صحه عيدكم وكل عام وانتم بخير، عقوبه ان شاء الله العام الجاي. تهلاو في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد البنات. هنا قبل نكمل حطيت لكم فيديو تاع الكحك وتكوبات الكونيكسيون مابغاش يفوت لي، بصح نحطها لكم بعد ان شاء الله. البنات تهلاو في رواحكم، عيد مبارك سعيد، كل عام وانتم الف خير، تهلاو في رواحكم، عقوبه ان شاء الله العيد الماجي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.